هذاك الدبان اوكي كل الحشرات هاي انا يعني هلا البعوض اجمعنا مش مجدي اني انا اكافح حشره كامله شيء طاير ما حقعد اروح وراه لكن تجمعات المي هي بتكاثر فينا اسهل بكثير من اكافح لانه شيء محدد الان الفكره بهاي الطبقه انها بتمنع تنفس ال... طبعا انا بس حورجي الانتشار هذا شو هذا بيبر اوكي هذا فلفل اسود فلفل اسود بس انا حورجي انتشار الماده كيف ورينا في ال... شوي سوري هذه سرعه انتشار الماده هلا ايش الفكره هنا هذه طبقه زيت هاي بدا المسها ايه سيف هذا سيف للبشر لانها كانت تستخدم اصلا بالمسابح زيت سيارات شكلها زيت ايش سيليكون بيس اوكي هذا ابتكرتوه انتم يعني ايه لا كانوا يستخدموا استخدام ثاني كانوا يستخدموه لمنع تبخر المي في المسابح اوكي الان فكرنا فيها قلنا اذا احنا بدنا نستخدمه في التجمعات المائيه واستخدمناه على الوجه وعمل طبقه حيخنق اللارفا اللي هي يرقات البعوض اللي جوا اوكي انا بكافح البعوض في طوره الاول مش مضطر انه اخليه يطلع للطور الثاني والثالث بالضبط ويطير وبعدها ابدا اكافح هاي الماده امنه على البشر امنه على الحياه المائيه لان انا حاطه اصلا طبقه الزيت هاي هون حاطها برضو مع السمكات من طيب يعني تقريباً. انت اللي سويته انه في عندنا منتج معين طبعاً. كان يستخدم للمسابح انت بس انك غيرت استخدامه لشيء ثاني اللي هو للتخلص من البعوض قبل ما بطول الاول قبل ما يتطور بزياده هيك نوعت من الاستخدام يعني صح هيك لا ولا شو بتسوي الفكره اعطيها هلا كميه المبيدات اللي عمال نستخدمها في مياه الري كيماويات ما في إيش بروح هي سايكل إذا أنا حطيتها تحت النبات النبات حياخدها جذر النبات ننسلكتب في النهاية بيسحب المادة كلها بيخزنها في الوراء بالثمر إحنا بناكلها فبالتالي إحنا نعمل كونسيومينج للمادة الكيماوية يعني. إذا أنا بستخدم هاي المادة وهي آمنة على البشرة بالتالي أنا قللت استخدام المواد الكيماوية قللت تعرض البشر والحيوانات والنباتات لهذه المواد هاي واحد ثاني شيء المواد الكيماويه مشكلتها ما بنقدر نستخدمها دائما في مرحله من المراحل اي حشره حتعمل مناعه حتعمل مناعه كنت تعودت على الشيء المناعه هي ناتشرال سيلكشن ما بعرف اذا اخذتي عن دارو بروسس طويل هي ناتشرال سيلكشن في النهايه حتطلع جيل جديد ما بتاثر بالمبيد حنضطر نغيره مبيد اقوى اوكي زي احنا في النهايه هاي سموم زي احنا